هنا تبحث بعض النساء عن ظالتهن بحسب اعتقادهن، جلب الحبيب أو كسب محبة الزوج أو الرزق، وغيرهن يبحثن عن زوج يكسر قيد العنوسة. مغريات تقدمها صفحات تعمل بمجال السحر والشعوذة، ومقابر عشوائية كانت ملاذا لتحقيق ما يدعيه السحرة والمشعوذون، حيث يلجؤون إليها لنبش القبور واستخراج أعضاء بشرية من الجثث، لتقوم النساء بدفنها في تلك المقابر للحصول على نتيجة مضمونة كما يعتقدن. لازم تكسر القفل. أنا أبو مدينة ألعاب هاي قبالة، وعندي كاميرات مخلي على هاي المقبرة نوبات، يعني نشوف الوضع مو تمام، يعني النسوان تجي مو جاية تزور قبرها، فنظل متابعينها ما نخليها لحد يعني نوبات. قلت لك أنا شوفتك هذا الفيديو اللي خليناها تطلع، احنا نباوع عليها بالكاميرا مال المتنزه، نفتر عليها نلقاها لو دافنا هذا السحر يا ستار يا ربي، لو فدي سوى هالشعوذة هاي. هي كانت هاي مقطية هاي هواي تحفر. تحفر شو تسوي؟ كانت خالة سحر؟ هي خالة سحر. تدفن سحر؟ يعني خالة سحر، وحتى انتم لا تطلعون السحر فخوفتكم. ايه عمود ما طلع. اها وانتم يوميا تطلعون؟ ايه وايد طلعوا باليوم. النوبة راحت والنوبة رجعت. طلعتي والنوب راحت ولا اجت، والنوب الثانية هم جدفنت وطلعناها احنا. يعني انتو هالاثنين انتو يومية تجون هنا تطلعون سحر؟ واحنا ليش وسطيتنا؟ خمسة ستة عشرة عشرة خمسة ستة هواي، لكن يوم طلعنا ستة طبقت واحد. هؤلاء النسوة كان لهن نصيب من خبث المشعوذين، حيث تعرضت العشرات منهن بحسب الشرطة المجتمعية إلى الابتزاز والمساومات بعد إرسال صور شخصية لهن لتلك الصفحات التي تدعي معرفتها بالروحانيات وكشف الطالع. عشرات المناشدات تردنا من الفتيات بخصوص تعرضهم للابتزاز من قبل صفحات تدعي السحر والشعوذة، وبالتأكيد هذه يعني الحالات بدأت أن تزداد بالآونة الأخيرة، يعني سجلنا كثير من تزايد هذه الحالات. الأحياء أم الأموات على حد سواء، الجميع يتعرضون للانتهاكات، نبش للقبور وتلاعب بجثث الموتى، وذلك بسرقة أعضائهم البشرية لأغراض السحر والشعوذة. روايات صادمة استمعنا لها عن ما يجري داخل بعض المقابر، ولكن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فالعديد من النساء اللواتي لجأن إلى السحر والشعوذة أصبحن في نهاية المطاف ضحية للمشعوذين بالابتزاز والمساومة. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.